بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح الآيات الأولى في سفر أعمال الرسل. الكلام الأول أنشأته يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه. بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم، في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد استشهاد أبائنا الرسل الممثلين في القديس بطرس الرسول الذي يعتبر من أوائل الرسل اللي اختارهم ربنا يسوع المسيح، قديس بولس الرسول اللي بيعتبر آخر من اختارهم ربنا يسوع بعد صعوده وانضم إلى جماعة الرسل والتلاميذ. وطبعا احنا العيد جاي يوم الجمعة، ولأن الجمعة صيام فاحنا العيد بنفطر فيه يوم السبت. عايز أكلمكم النهاردة، كلمتكم في المرات اللي فاتت عن موضوعات مرتبطة بالكنيسة، كلمت عن نعمة الوجود أو نعمة وجود كنيسة ومعنى كلمة كنيسة بحروفها، كنيسة والأسرار السبعة والكنيسة والقراءات الكتاب المقدس. النهاردة عايز أكلمكم عن الكنيسة والذاكرة التاريخية، ويمكن تعبير ده يكون إلى حد ما جديد على أذهاننا. الذاكرة التاريخية، الكنيسة أقدم كيان شعبي على أرض مصر، وهذا الكيان ابتدى مع ميلاد ربنا يسوع المسيح. وإن كان من الأصوب أن نقول أن الكيان بتاع الكنيسة والنبوة بتأسيسها ابتدى قبل ميلاد المسيح بقرون كثيرة، بحوالي 700 سنة وكسر. وزي ما قريت هنا بيقول ربنا يسوع للتلاميذ: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. الأزمنة والأوقات، عايز أكلمك على الزمان وعلى الوقت. فكرة إن الزمان يتقسم، الوقت يتقسم لسنوات والشهور، هذه فكرة مصرية قديمة. يعني حكاية ان يبقى في ايدينا ساعات ونبص لساعة الحيطة، دي مش حاجة حديثة، دي حاجة قديمة جدا. واشهر مؤرخ عند الاغريق عند اليونانيين اسمه هيرودوت. هيرودوت ده جه قبل ميلاد المسيح ب 300 سنة، 3 قرون. قال عن التقويم اللي اتوجد في مصر، يعني عايزك تعرف ان اللي اخترع التقويم
اللي اخترع تقسيم الزمن هو مصر في التاريخ القديم. وده اللي خلى دكتور زي الدكتور أحمد زويل، وده عالم كبير وحاصل على جائزة نوبل سنة 99، إن هذا العالم الكبير ينجح في إنه يقسم الزمن لأقسام أصغر وأصغر وأصغر. عايز أدي لك فكرة كده مختصرة شديدة تناسبنا كلنا، مش هشرح حاجة علمية يعني. هيرودوت ده قال إيه؟ عايز أقرأ لكم العبارة اللي قالها. قال: لقد كان قدماء المصريين هم أول من ابتدع حساب السنة. فكرة سنة اللي ابتدعها المصريين، وقسموها إلى 12 قسما بحسب ما كان لهم من المعلومات حسب النجوم. يعني لما تقسمت السنة 12 شهر فيما بعد، ده حاجة مرتبطة بالنجوم، وده علم كبير قوي مش طبعا مكان الحديث عنه. ويتضح لي، ده هيرودوت اللي بيقول، أن أحزق يعني أشطر من اليونانيين أنهم أشطر من اليونانيين، فقد كان المصريون يحسبون الشهر 30 يوما ويضيفون 5 أيام إلى السنة لكي يدور الفصل ويرجع إلى نقطة البداية، زي الساعة كده تلف كده كاملة. هم حسبوها 365 يوم، 12 شهر 30 يوم، ويحطوا عليهم 5 أيام وتبقى العملية ماشية مظبوطة خالص. ده قدماء المصريين. وتقسمت السنة للشهور، ويناير وفبراير، وشهور بقى جت بعد كده زي يوليو يوليوس قيصر، وغسطس غسطس قيصر، وقال ده شمعنا يكون 31 يوم فالتاني بقى 31 يوم، وحكايات كتيرة خالص. لكن عايزك تعرف ان السنة تقسمت بهذه الصورة. وبقى معروف على الدوران ده، هنا بيجي العيد الفلاني والعيد الفلاني والمناسبة الفلانية، ده ايام قدماء المصريين بقت العملية ماشي. بس لاحظوا ملحوظة غريبة قوي، لاحظوا أن الأعياد الثابتة، كل ده في قدماء المصريين، أن الأعياد الثابتة الهم عندهم لا تأتي في موقعها الجغرافي أو الفلكي إلا كل 1460 سنة. أنا عارف أن دي كلام صعب يمكن علينا كلنا، لكن يعني هنمر عليه وهشرحه باختصار شديد. يعني مفروض أن الدائرة تحصل كده، بس لاحظوا أن الأعياد الثابتة بتاعتهم ثابتة عند قدماء المصريين ما بتجيش في موقعها بالضبط بالنسبة للنجوم إلا كل 1460 سنة. فرق كبير قوي، 1400 يعني كل 14 قرن. فقالوا إيه الحكاية؟ فلقوا إن العملية دي، الدورانة دي، فيها تأخير ربع يوم. كويس؟ فقالوا يعني العملية مش بتلف في 365 يوم، لا 365 يوم وربع. طب ونعمل إزاي يوم ربع؟ قالوا طب نجمع ربع على ربع على ربع يبقوا إيه؟ يوم، ونسميها سنة كبيسة. ومن هنا جاءت فكرة السنة الكبيسة اللي هي تجميع الأرباع دهية عبر السنة باختصار شديد خالص، وسموها بالشكل ده. وبدأت الأعياد تقع في موقعها الفلكي من حيث طول النهار والليل، وده كله تم قبل الميلاد بقرون، قبل ميلاد السيد المسيح بقرون. واكتشفوا الفرق ده، والاكتشاف ده علماء فلك اكتشفوه على أرض مصر في منطقة أبو قير في اسكندرية، كل ده قبل ميلاد المسيح. واحد فيكم هيسألني يقول له ايه علاقتنا بالكلام ده كله، ده كلام كله قبل ميلاد المسيح. أقول لك لأن الكنيسة خدت السنة المصرية القديمة وجعلتها هي السنة المعتمدة كنسية. وزي ما السنة المصرية القديمة اللي متقسمة ل 12 شهر و5 أيام وربع، أو 5 أيام
بيزيدوا يبقوا 6 أيام في السنة الكبيسة، قسموه سنة كده وبقت السنة القبطية أو الكنسية بنفس النظام. بس عايزك تاخد بالك من معلومة مهمة، إن السنة عند المصريين القدماء بتتقسم لثلاث فصول، مش زينا 4 فصول. احنا عندنا 4 فصول: الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف، نرجع للشتاء، وهكذا. دول 4 فصول. قدماء المصريين ما كانش عندهم الكلام ده، كانوا بيقسموها لثلاث اقسام. طب بيقسموها بحسب ايه؟ بحسب الزرع، حسب المية، حسب الحصاد. فعملوا 3 فصول اسمهم الفيضان، فصل الفيضان يعني المية، وفصل الزرع يعني زراعة الأرض، وأخيرا فصل الحصاد اللي هو حصاد الأرض. وبقى حتى مثلا الشعوب زي الشعب اليهودي عنده عيد اسمه عيد الحصاد مثلا، وإحنا عندنا أمثلة في الشهور بتاعتنا كلها مرتبطة بالزرع. يعني يقول لك هطور أبو الدهب المنطور، لأن بيبتدي فيه زراعة القمح شهر نوفمبر كده، زراعة القمح، أو يبتدي تنزل المية، والمية وهي نازلة في لمعان الشمس بتبان كأنها قطرات من الذهب، وهكذا. فالكنيسة، هنخش بقى في المجال الكنسي، اعتمدت السنة المصرية القديمة كسنة كنسية وضبطت عليها كل شيء. ليه؟ لأن كل المصريين عايشين حوالين نهر النيل، ونهر النيل ده يجيب مية، نزرع الأرض اللي من جنبها تطلع ثمر، نأكله، نعيش. فبقت الدورة دهية كلها مرتباط الإنسان المصري بنهر النيل. وزي ما أنتوا عارفين زمان كانوا بيستخدموا نهر النيل ويعتبروا الإله، كانوا يسموه الإله حابي، إله كان معبود عند قدماء المصريين. خلاصة الأمر أن الزمن الذي بدأت فيه الكنيسة صار زمنا كنسيا وزمنا شعبيا للشعب وزمنا زراعيا مرتبط بالزرع. يعني مثلا في شهر أبيب اللي احنا فيه ده، في أمثلة كده لطيفة قوي. من الأمثال اللطيف تقول إيه؟ اللي يأكل ملوخية في أبيب يجيب لبطنه طبيب. فيعني ما تعملوش ملوخية. ليه؟ جو حر والمصارين مش مستحملة وعايزة مية كتير، في الملوخية تبقى مثلا. في أبيب برضو يقولوا مثل، في أبيب العنب يطيب. أحسن شهر للعنب هو شهر أبيب اللي احنا فيه، وهكذا. فبقى الزمن زمن مصري قديم عايش به الكنيسة، وفي الشهور القبطية توت، باب، هطور، كياك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بقونة، أبيب، مصرة، وأيام النسي أو شهر النسي الشهر الصغير. تقول لي يعني إيه ذاكرة تاريخية؟ أقول لك الكنيسة بتاعتنا كنيسة ككنيسة مصرية وعلى أرض مصر وبإيماننا القبطي الأرثوذكسي، التاريخ فيها في غاية غاية الأهمية. ليه؟ التاريخ بصفة عامة للبشر هو حياة الإنسان من زمن لزمن. كان في أزمنة قبل كده وفي ناس كانت عايشة، والناس ده هي كملت حياتها وانتقلت، وجينا إحنا الجيل ده هنعيش حياتنا وتنتهي حياتنا على الأرض، ويجي جيل بعدنا وجيل تالت وعاشر وعشرين زي ما كان فيه قبل كده أجيال كتير. فالتاريخ زي من كلمة history، يعني his story، يعني قصته، قصة الإنسان. فبيحكي قصة الإنسان التاريخ، وكلمة قصة دي كلمة حلوة. الحاجة التانية في التاريخ، إن التاريخ بيقدم لنا خبرات، ومن الأمور المهمة جدا أن احنا نعرف اللي قبلنا اختبروا ايه وعاشوا ازاي. والخبرات دي عندما تتراكم تكون ما نسميه بالحضارة. بالحضارة
يعني مثلا لما يبقى قدماء المصريين كانوا عظماء في مشروعات المباني زي الأهرامات وزي أبو الهول وزي المعابد المتروكة في الأقصر، ضروري الإنسان المصري بقى عنده قدرة في البناء. وفعلا من أحسن البنائين في عمل البناء الليد المصرية. فالتاريخ يحكي لنا الحضارة ويحكي لنا الثقافة ويحكي لنا المعرفة، وده كله مهم لنا. حاجة التالتة، إن التاريخ يكشف لنا أعمال يد الله مع الإنسان. ربنا اللي بيشتغل ويا الإنسان، بيشتغل ويا الكنيسة، بيشتغل ويا الوطن، بيشتغل ويا البلاد. الله اللي بيشتغل، وبيشتغل بس مش في الأيام، ده بيشتغل حتى في الأرض اللي بتطلع لنا زرع. هي الأرض دي بتطلع زرع من نفسها، ما هي بتطلع زرع، ومن يعطي الحياة هو الله. فالتاريخ لنا ككنيسة في غاية الأهمية. تقول لي وضح لي الصورة شوية. هوضحها لك بعبارة كلكم حافظينها وبترتلوها وبنصليها في باكر كل يوم، لما بنقول عن طوبى للرجل وبعدين يكون كالشجرة، وقف عند دي بس، يكون كالشجرة المغروسة، مش شجرة بس. فالكنيسة هي الشجرة المغروسة. مغروسة يعني لها جذور ممتدة في الأرض، يعني لها تاريخ. الجذور دي مش بتطلع في يوم وليلة، ده بتطلع، ده انت أحيان تشوف شجرة جذورها ممتدة مثلا من 30-40 سنة وأكتر. وفي أشجار نشوفها في بعض الطرق هنا عندنا في القاهرة، تلاقي جذورها ممتدة يمكن بالمئة سنة. فالكنيسة هي الشجرة المغروسة على مجاري المياه، وإن لم تكن مغروسة تبقى على سطح الأرض، يبقى أي شوية هوا يوقعوها. فمغروسة يعني الثبات ويعني القوة. الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر، ودي حقيقة لازم نفهمها كلنا. الحاجة التانية، إن كنيستنا واحدة من أقدم كنائس العالم. كنيستنا قديمة جدا، قديمة على الأرض وقديمة في الزمن. قديمة في الزمن لما جت نبوة في سفر أشعياء، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود عند تخومها، مذبح في حدود أسيوط في الدير المحرق، والعمود عند تخومها اللي هو القديس ماري مرقس، باعتبار أن الرسل أعمدة الكنيسة. والكنيسة، كنيستنا في الزمن قديمة وعلى الأرض قديمة، باعتبار السيد المسيح في الهروب إلى مصر جه وعاش في مصر هنا، البلد الوحيدة اللي اختار أنه يعيش فيها، وعاش فيها مش في مكان واحد ولا في وقت قصير، ده عاش في أماكن كتيرة، أكتر من 25 مكان، وعاش في الأماكن ده هي وبارك الأرض كلها، الأرض والنهر. وكمان جه بعد كده القديس ماري مرقس علشان الكرازة بالإيمان المسيحي. فهي كنيستنا قديمة في الزمن وقديمة على الأرض في التاريخ. كمان كنيستنا واحدة من الكراسي الرسولية في العالم، يعني الكرسي اللي أسسه رسول من تلاميذ ورسل ربنا يسوع المسيح. فاحنا عندنا ماري مرقس، الكنائس الرسولية أورشليم اللي بيسموها أم الكنائس، وبعدين أنطاكيا اللي أول بلد دعى فيها الناس مسيحيين، ثم الأسكندرية بتاعتنا، ثم روما، ثم أضيفت لها القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي، ولما موسكو انشئت وأمنت بالمسيح سموها كأنها قسطنطينية الجديدة. لكن الكنائس الرسولية اللي هي بشرها أباء رسل وصارت كنيستنا كنيسة رسولية.
بالصورة الحلوة دهية يظهر قدامنا أنواع كتيرة للتاريخ. التاريخ مش نوع واحد. بس أنا عايز أركز وياك على 5 أنواع من التاريخ. أول نوع اللي هو تاريخ العالم كله. وده أحيانا يسموه قصة الحضارة. وفي كتب طبعا ومراجع كبيرة بالعنوان ده. تاريخ العالم كله اللي احنا فيه كوكب الأرض. التاريخ الثاني تاريخ الوطن، الأرض اللي احنا عايشين فيها. وطبعا كل دولة في العالم لها تاريخ. يعني السودان لها تاريخ، وليبيا جنبنا لها تاريخ، وفلسطين لها تاريخ، وإسرائيل لها تاريخ، ولبنان لها تاريخ، كل دولة. بس مصر بالذات تاريخها قديم جدا، يسموه كده تاريخ سحيق، وحين يسموه كده ديب هيستوري، تاريخ عميق، لأنه تاريخ من قبل مجيء المسيح بقرون وقرون. والحضارة أول ما بدأت هنا على ضفاف نهر النيل. عشان كده تاريخ الوطن وتاريخ مصر القديم جدا، القديم ثم الحديث ثم المعاصر، كل حاجة في المدارس تاريخ صغيرة كده، مراحل صغيرة، وأحيانا حتى الطلبة يعني تاريخ صعبة شوية، لكن هي زي ما بيقولوا التاريخ هو الحياة، بيحكي الحياة. ويا بخت المدرس اللي بيقدم التاريخ بصورة قصصية بحيث أنه يوصل لكل إنسان. وإنت كل ما تجيلك فرصة تقرأ عن تاريخ مصر اقرأ واعرف. نمرة 3 تاريخ الكتاب المقدس. الكتاب اللي في إيدينا ده اتكتب على مدى زمني 1600 سنة، وبالتالي التاريخ بتاعه 16 قرن من الزمان. وده يعتبر شيء مدهش ان عبر 16 قرن من الزمان كتاب كتبوا بالوحي في الإنجيل المقدس في الكتاب المقدس، وكلهم بنفس الفكر وبنفس العقيدة وبنفس الخط، خط الخلاص. التاريخ الرابع تاريخ المسيحية في العالم. تاريخ المسيحية وانتشارها وامتدادها من أورشليم، زي ما قال كده في الكتاب تكونون لي شهود في أورشليم، دي مدينة واحدة، وبعد كده كل اليهودية منطقة السامرة منطقة أوسع وإلى أقصى الأرض. نمرة 5 في التاريخ اللي هو تاريخ الكنيسة القبطية، تاريخ الكنيسة اللي احنا عايشين كنيستنا. وشيء مهم للغاية ان احنا كلنا بدون استثناء نعرف تاريخ كنيستنا، نعرف تاريخ 2000 سنة او 20 قرن اللي هي عمر الكنيسة القبطية. وتاريخنا تاريخ مجيد وتاريخ رائع، وتاريخ فيه تعليم، وفيه تشهد عمل الله في كل زمن وفي كل سنة، وعايز أقول في كل يوم تشهد فيه عمل الله في الكنيسة القبطية. ويقولوا بقاء الكنيسة القبطية كل هذا الزمان يعتبر عجوبة من الأعاجيب أو معجزة من المعجزات اللي صنعها الله على الأرض بصفة عامة. جنبنا بلاد زي ليبيا والجزائر وتونس، الكنائس الوطنية اللي كانت فيها اندثرت وراحت، لكن الكنيسة المصرية اللي نبتت على أرض مصر عايشة وحية وفعالة وموجودة لغاية النهاردة وإلى النهاية. تعال بقى للجزء الأخير اللي عايزك تعرفه، يعني إيه الذاكرة التاريخية؟ الكنيسة والذاكرة التاريخية، كل ما صنعه الله في حياة الكنيسة نسميه الذاكرة التاريخية. وفي مثل أنتوا دايما حافظينه كده بيقول اللي ملوش أصل يدور على أصل، مش كده برضو؟ اللي ملوش أصل يدور له على أصل. لكن الحمد لله كنيستنا لها هذا هذه الأصول الكبيرة. أول
أول شيء بيشرح لك الذاكرة التاريخية في الكنيسة القبطية هو كتاب السنكسار، وهو كتاب تاريخ. وكتاب السنكسار زيه في كتاب آخر اسمه الدفنار، بنقرأ دايما في التسبيح، تسبيحة نص الليل. كتاب السنكسار هو كتاب يومي وكتاب يتزايد باستمرار بالأحداث. كتاب السنكسار عشان كده منه أنواع كتيرة جدا. وكتاب السنكسار هو الكتاب الرسمي المعتمد جوه الكنيسة، وبنقراه في ضمن قراءات الكنسية في القداس، في كل قداس. ودايما نبتديه بكلمة نعيد في هذا اليوم زي ما ذكرت لكم مرة قبل كده. كتاب السنكسار كتاب يضاف له أحداث الكنيسة باستمرار، الأحداث الكبيرة، يعني مثلا اجتماع المجامع المسكونية مسكو في السنكسار، مثلا تدشين الكنائس في بداية العمل كده، أو إنشاء الكنائس. يعني أول كنيسة انشأت في أوروبا كانت في مدينة فيليبي، فوجود كنيسة في هذه المدينة أول كنيسة لازم يتسجل في السنكسار. يتسجل في السنكسار تذكارات مهمة جدا، زي عودة رفات القديس ماري مرقس عندنا، وعودة رفات القديس أثناسيوس أو جزء من رفاته عندنا في مصر هنا. فتتسجل الأحداث التاريخية دي زي تدشين الكاتدرائية اللي تم السنة اللي فاتت، الأحداث المهمة والخطيرة والكبيرة بنسجلها علشان الإنسان ما ينساش. أصل عايز أقول لك حاجة، كلمة إنسان معناها كائن يتميز بالنسيان، بينسى، إنسان فينا بينسى. فعلشان الذاكرة التاريخية تبقى حاضرة باستمرار، الكنيسة بتعلمنا من خلال كتاب السنكسار. وكتاب السنكسار الحقيقة مفروض انه يبقى في كل بيت، مفروض انه يتقرا في كل يوم، سواء هحضر قداس او مش هحضر قداس. لكن نعرف ان بكرة تذكار القديس فلان، يعني مثلا احنا اول الشهر ابتدينا بالقديس موسى الاسود، اول شهر يوليا قديس موسى الاسود. في يوم 15 هنتقابل والقديس الانبا بيشوي والقديس انبا كراس، وقبليهم بيوم القديس انبا شنودة رئيس المتوحدين. لما نوصل لنهاية الشهر يوم 30 نلاقي القديسة مارينا الشهيدة، ويوم 31 نلاقي القديس ابانوب النهيسي. كل يوم له تاريخ، كل يوم له حكاية، كل يوم له قديس. فلازم نعيش ولازم نعلم أولادنا. ويا بخت الأب والأم اللي بيقعدوا في البيت ويقروا السنكسار ويا ابنهم وبنتهم ويعلموهم ببساطة شديدة هذا التاريخ وهذه الذاكرة، عشان ما حدش ينسى. الذاكرة، الذاكرة التاريخية. نمرة 2، التقويم الكنسي بتاعنا اللي قلت عليه من شوية، توت بابا هاتور والأعياد اللي بتيجي فيه. يجي واحد توت يبقى عيد النيروز، 17 توت يبقى عيد الصليب، ونفضل ماشيين كده في أعياد ومناسبات وأصوام معروفة. مثلا 16 هاتور نبتدي صوم الميلاد، 29 كياك نعيد له عيد الميلاد، وتفضل الأعياد والأصوام مرتبطة. ويجي 5 أبيب اللي هو يوم الجمعة الجاية، وعليكم خير، يوم 5 أبيب نحتفل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس. النهاردة مثلا 3 أبيب القديس كيرلس عمود الدين. ونفضل كده عايشين في التقويم طول السنة، لدرجة من التقاليد الجميلة لما ربنا يبعت مولود جديد ولد أو بنت، يقوم أهله يفتحوا كتاب السنكسار على اليوم اللي اتولد فيه ويشوفوا القديس ده إيه، مين النهاردة، أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم، عشان يختاروا اسم مناسب. ويبقى الواحد كده لما يحمل اسم من الأسماء القبطية المصرية
اللي عاشت على أرض مصر هنا يبقى يحق له أن يقول أنا ابن الشهداء وابن القديسين دول وابن النساك دول وابن القامات الطويل اللي عاشت في البطولة الروحية زي مثلا أثناسيوس الرسولي وزي كيرلس عمود الدين إلى آخره من هؤلاء القديسين. نمر اتنين التقويم. مفروض كلنا بعارفين الشهور وعارفين النهاردة كام في الشهر، الشهر القبطي، وإحنا في سنة كام. كل ده مسؤولية علينا كلنا أباء وخدام وشعب وكل بيت أنه يعرف كده. وطبعا زي ما انتم عارفين ان مثلا جريدة زي جريدة الأهرام وهي جريدة قديمة في مصر وتعتبر أقدم جريدة عربية مستمرة في الصدور، بيتكتب فيها التاريخ الميلادي والتاريخ القبطي والتاريخ الهجري، الثلاث تقاويم الأساسية اللي موجودة عندنا في مصر. نمرة ثلاثة، الذاكرة التاريخية تأتي بالأمثال الشعبية. الأمثال الشعبية دي ما حصلتش في يوم ولا واحد قاعد ألفها ولا واحد قاعد كده يحط له كلمتين على بعض، لا، الأمثال الشعبية طلعت من واقع الحياة، من واقع التاريخ، سواء الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية زي الأمثال اللي قلتها لكم دلوقتي أو الأمثال اللي هي بنعيشها في حياتنا اليومية أو سفر الأمثال اللي موجود في الكتاب المقدس. الأمثال بصفة عامة هي خبرات حياة، والأمثال مهمة جدا. نقرأ سفر الأمثال كل يوم، والأمثال الشعبية نتعلمها ونفهمها ونستخدمها. وأمثال يعني مثلا يقول لك مال الوقف يهد السقف، مال الوقف يعني اللي يعتدي على قرش في الكنيسة الباقي معروف. واخدين بالكم؟ شوف التعبير. طب الناس جابت المثل ده منين؟ خبرات حياة تراكمت فصار المثل معبر عن حقيقة. من يزرع بالشح، بالشح يحصد، ده موجود في الإنجيل، هو كده. ومن جد وجد، اجتهد. وقيسوا على هذا أمثال كثيرة جدا مرتبطة بالحياة اليومية ومرتبطة بالناس، مرتبطة أحيانا بالأكل، الأكل زي ما قلت لك في أبيب العنب يطيب، وهكذا. قيس على كده الأمثال خبرات حياتية مفيدة لنا وتعتبر جزء من الذاكرة الشعبية أو الذاكرة التاريخية لنا. الذاكرة التاريخية أيضا فيها الأيقونات، الأيقونات القديمة بالذات اللي بنشوفها في الكنائس القديمة وفي الأديرة، وهذه لها تاريخ، كل أيقونة لها حكاية. أيقونة مش مجرد رسم كده، ده موضوع، موضوع كبير. كمان في الليتروجيات، الليتروجيات زي الصلوات، زي الألحان، زي المدايح، كل ده له تاريخ. يعني مش أي لحن بنقوله كده واحد قاعد ألفه، لا، ده له تاريخ وله جذور في الإنجيل. لما نيجي نصلي التسبحة ونبتدي مثلا بالهوس الأول، الهوس الأول ده جزء من إنجيل، من سفر الخروج، بناخد إصحاح 15 ونرتل بيه. مثلا في الهوس الثاني اللي هو مزمور شكر ناخد مزمور 135 أو 136 ونرتل بيه. فكل عمل له تاريخ، كل لحن له تاريخ. القداسات اللي بنصليها في الكنيسة، كل قداس، ده عايز أقول لك كل قداس، كل باراجراف له تاريخ، تاريخ. أعرف التاريخ، ما تتكلمش عن حاجة أنت لسه ما فهمتهاش. كل عيد له تاريخ، كل صوم له تاريخ، كل تقليد بنعيشه في كنيستنا له تاريخ طويل خالص. فالليتروجيات على اختلاف أنواعها، سواء قداسات، سواء
أسرار بنصليها، سواء أنحاء الألحان بنرتلها، كل ده له تاريخ. كمان التاريخ بتاعنا والذاكرة التاريخية في المخطوطات. المخطوطات بعض البيوت بيبقى فيها مخطوطات كتبها الجدود أو جد الجدود عندك، تسلمها للكنيسة، لأن يمكن وجودها عندك يعني مرة ناس يمسكوا المخطوطات دي ويولعوا بيها الفرن في بعض القرى ويضيعوا تراث. فأنت لو اتوجدت طبعا الكنائس، بعض الكنائس فيها كده، بعض الأديرة فيها كده، لكن ودي بتحكي تراث قديم جدا. ومكتبات، يكفي ان بعض المكتبات الأوروبية، مكتبة واحدة، مكتبة أوروبية واحدة فيها 30,000 مخطوط قبطي اتسرقوا من مصر. طبعا مش اتسرقوا في سنة، فكأنهم سرقوا الذاكرة. عشان كده حفظ الحاجات ده هي مسؤولية جماعية عندنا كلنا. كل شيء في الكنيسة، حتى اللبس بتاعنا، لبس الكهنوتي واللبس بتاع الخدمة الأبيض اللي بنلبسه، كل شيء له تاريخ، ويجب أن نحفظ التاريخ ونعيشه ونقرأه. أنا عايز أقول لك حاجة حلوة لو حبيت تعملها خلال الصيف، أو باقي فيه شهرين ولا ثلاثة، في كتاب حلو اسمه قصة الكنيسة القبطية. الكتاب ده تاريخ الكنيسة القبطية، عمله كاهن من كهنة ملاوي المشهورين زمان، أبونا منسى يوحنا، مش كده؟ وده كتاب، كتاب مجلد واحد. لكن كمان في إنسانة فاضلة ومؤرخة أوقفت حياتها كاملة عشان تكتب قصة الكنيسة القبطية، خد عمرها كله، اسمها إيريس حبيب المصري، وطلعت أظن 8 أو 9 أجزاء كبيرة. هات أجزاء وعد اقرأ واعرف واحفظ وعلم ولادك والخدام والاجتماعات. أيضا تعليم التاريخ أحد أسباب تقوية الإيمان. الإيمان اللي احنا عايشين فيه النهاردة عمره صح 2000 سنة وما قبل 2000 سنة، لكن اللي حافظوا عليه هم اللي صنعوا التاريخ. عشان كده من فضلك اهتم بالتاريخ. حتى زمان يمكن حضراتكم تفتكروا الكبار منكم ان الانجيل الكتاب المقدس كان يسيبوا فيه 2-3 صفحات بيض في الوسط بين العهد القديم والجديد، وكان ده يتكتب فيه تاريخ العائلة، فلان اتجوز فلانة، خلفوا سين وصاد وعين، وبعد لما كبروا سين اتجوز فلانة، صاد اتجوزت فلان، خلفوا ايه الأجيال بالشكل ده. فتاريخ العائلة أيضا من الأمور المهمة جدا. انتوا عارفين في أيام الحملة الفرنسية على مصر من أكثر من 200 سنة، في بعض الأقباط هجروا راحوا فرنسا، وهم هناك في فرنسا اتسجلوا في البلدية، البلد اللي راحوه. وعندنا واحد من الآباء الرهبان بيدرس الأقباط والأسر القبطية اللي خرجت من مصر من 200 سنة وأكثر، وبيتتبع تاريخهم من خلال ما هو مذكور في سجلات بلدية بلد من بلد فرنسا. تاريخ، اهتموا بالتاريخ واحفظوا الذاكرة التاريخية واحكوها دايما لولادكم، وانت اعرفها جيدا، هذا يفيد وهذا يحفظ الإيمان. وكفاية ان احنا بنحتفل بعيد الرسل، برضو ده تاريخ قديم جدا، استشهدوا 67 ميلادية، والنهاردة بنحتفل بيهم بعد 20 أو ما يقرب من 20 قرن من الزمان. التاريخ هو الحياة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. من الليل يا نكسابة ريكاي كي أجيب نيب ماتي كي كيستوسي أونستوني أونون آمين دنوشي بولن قوي مجيو بن شوي سيزوز بخريسوس اسموني مؤيم في عروماري بكناين امتكيريني هو ينصفتن بك لا أوش
سديمونون اينانا كيتشيت خيري سموي سيستي متوي من دي من شي سيدك تي متخلو انتي يا كوبين وقناه انتي ما سو صالة تي قد يتصن بن دي دافيد تي صوفية انتي صولومون ابن بمايم بركليتم في اي طبقي ايجي بجوزف اي قريب اون خنم بطاهو اي رد فين بن يود الطايو تنار شيربس بابا بطا ودروس نم بن يود امترو بوليتيس افا ماركوس نم بن نمن يود نيبس كوبوس نيت كيني مرم نوت انتهت فيف تقرو اوهي جنو اسرونو سنهان ميشن رمبي نمهن سيو انيري نيكو انتهت سبيو انو قادي تيرو صابي سيد النو اتشارف قيم كوليم طوابة خريستو سيرية قنت فكان النو فيناني فولخن اوهيريني كتاب فنش تيناي كيري ليسون كيري ليسون كيري فلوغي سون امين اسمو ايروي اسمو ايروي استيمين طانيك مولي مولون باسمو ليترقف الله علينا وباركنا وزهروق علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرض رب أعمالهم صالحهم ذو آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم، بركة ملك هذه الليلة، وبركة أبانا الرسل، وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوت. أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر، من مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جمعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جمعكم.